inspired by our ancestors and recreating a beautiful, liberated Palestine for our children. Please welcome the poet Tamim al-Marwoodi. يخلع الكلام زينته وحليه طراطه وخلاخيله لا داعي لوزن ولا لطافية ولا لبلاغة ولا لسجة في الحداد يكون البلاغ في غياب البلاغة ويكون الإفصاح في غياب الفصاحة مات محمود درويش مات ابن البروة في بلد يصعب على أمه أن تلفظ اسمه مات في بلد بعيد لينتقل جثمانه في الطائرات كما ينتقل جثمان كثير من الفلسطينيين الذين يموتون في الغربة كأننا حتى في الموت نسافر وننتقل ثم إنه لن يدفن في مسقط رأسه لن يدفن في بلده إلا بإذن ممن اغتصبوا ذلك البلد وإن دفن فيه فإنه يكون محجوزاً عن أهله يكونون ممنوعين من أن يقرأوا على روحه الفاتحة أو أن يزوروا قبره وإن دفن في غيره إن دفن بين أهله فإنه في قبره موجود وجوداً مؤقتاً إلى أن يعاد إلى مسقط رأسه أو يعود مسقط رأسه إليه فكأنه حتى وهو في القبر معرض للحل والارتحال معرض للانتقال معرض للترحيل الفلسطيني معرض للطرد حتى وهو في قبره أقول مات محمود درويش مات من كان يؤسس لفلسطين فكرة فإن الأوطان تؤسس في الخيال قبل أن تؤسس في الحقيقة لا يصبح الناس مجموعة من الناس لا يصبحون شعبا إلا إذا أصبحوا في خيالهم وفكرهم أولا شعبا إلا إذا أصبحوا واعين بأنهم جماعة واحدة وتكونت في بالهم وخيالهم صورة عن أنفسهم وسعوا سعياً أن يكونوها وهذه الصورة التي في الخيال ينشئها الشعراء إنشاءً وينشئها المثالون والرسامون والمؤرخون والشهداء وقد كان محمود يعمل على إنشائها حياته كلها وحتى في أواخر أيامه عندما كان يحاول أن يحمي قصيدته من وطئ القضية عندما كان يكتب عن نفسه عن تاريخه عن حياته عن وحدته عن غربته كان جماعيا أيضا لقد كان في انفراده يعبر عن حالة جماعية انفرط فيها عقد الجماعة وانطوى فيها كل منا على نفسه ثم إنه في محاولته الدائمة لإقصاء البلد بآلامه عن جمال قصيدته كان يؤكد حضور البلد بآلامه في قصيدته لأن تعمد المرء أن ينسى شيئاً ما هو إلا تذكر له لم يستطع محمود أن يستقل عن فلسطين ولن تستقل عنه أو تخلص منه أو تبعد عنه أو تهرب من يديه فلسطين أبداً أقول إن محمود مات وأهله منقسمون وأهله يقتل بعضهم بعضا ويسفكون من الدم الحرام ما لا سكوت عليه ولا بقاء معه في فلسطين سلطتان وما فيها دولة
في فلسطين سيارات وما فيها طرق، في فلسطين آراء وما فيها رؤيا، وما تمحنون. ليكن موته إذن تذكرة ودعوة لكي نؤكد على الفكرة التي عاش حياته يبنيها وينشئها، فكرة فلسطين. لا يستغلن أحد موته في جدال سياسي ولا في تعميق فرقة كانت حياته نقيضا لها، فليحمى في موته من هذا وليجل عن ذلك. لقد مات في الغربة، مات غريبا كما مات آلاف الفلسطينيين غرباء. لذلك لمن كان من أهله في هذا البلد أتمنى عليهم أن يودعوه بأي طريقة يرونها، بجنازة رمزية، بخروج إلى مستشفى، بتوديع لجثمانه، بما يرونه من طريق. لا تترك المرأة وحده، فإنه نال من الوحدة في حياته ما كفاه. لا تخونوه في موته، وأكدوا على ذلك البلد، لأنه إن كان مات الشاعر فإن البلد لا يمكن أن يموت، وإن فكرة البلد لا يمكن أن تموت. مات الشاعر، فحافظوا على البلد لأنه كان قصيدته الوحيدة.